بشير، ونعطي الكلمة للأستاذة ريحانة بشير الشاعرة التي تشرفنا بحضورها. ريحانة كما تعلمون الثانية سابق بوزارة التربية الوطنية، رئيسة بيت المبدع، وبيت المبدع من مؤسسات الثقافية والمدنية ذات الصيت البالغ، ليس فقط داخل المغرب ولكن كذلك خارج المغرب. مثلنا في عدد من التظاهرات بيت المبدع، مبادرات متعددة والكثير من الفروع المنخرطة بجد وبحماس من أجل إطراء ثقافتنا المغربية. أستاذة ريحانة بشير صدر لها قبل الإبحار ديوان سنة 2002، ثم حين يتكلم الماء سنة 2011، وشريط رقمي لا يعنيني هذا العالم، وهو شريط تم توليمه بالجزائر سنة 2012. ترجمت قصائده العدد من اللغات خاصة الفرنسية والهولندية، وهي طبعا مديرة العدد من المهرجانات الثقافية والشعرية في بلادنا. أرحب بالصديقة العزيزة اللي عندها مكانة خاصة في نفسي، ريحانة بشير، ونعطيها الكلمة لإلقاء القصيدة بهذه المناسبة. شكرا جزيلا للسيد مراد القادري رئيس بيت الشعر. حينما وصلتني الدعوة لاحظت حقوق الإنسان والشعر، يعني ميزان يعني قد تحتمله الكرة الأرضية وما نعانيه فيها ومنها، إلى أي حد الشعر يمكن أن يداوي جراح هذه الكرة، وإلى أي حد مشترك الإنسان للشعر أن يصبح حق من حقوق الذات البشرية، لواعش الروح، لأننا نكتب بهذه الروح، فهي يعتبر الشعر كذلك حق من حقوق هذه الذات، حتى يمكن أن يكون هذا المشترك نتشاركه نحن والحضور الكريم. فابتسمت حقيقة لأنها قفزة نوعية، والكثرة التي تولد القيدة التي تولد الكثرة، الكثرة عندما نقول حقوق الإنسان والشعر يعني بيت الشعر. فشكرا لمراد القادري والسيد مدير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أوجه كذلك الشكر للجمعية المغربية لحماية اللغة، السقف الذي يحتوينا هذه اللغة التي نحبها حبا لا يقدر ولا يمكن أن نستشفه نحن الذين نكتب اللغة أو تكتبون لا أدري. قصيدتي كن معك لا عليك، قل كل شيء في وقت واحد، إذ لا يهم ما يقال، لن يدرك اللسان الغاية حتى يتعرق النهر ويعود خفيفا من حيث أتى. يا نبي الكلام والرحب والمجانين، جاء مرسولك بالخبر، تحدث الأمر عن الأمل، لكن الخذلان نهاية الدروب. ارفع رأسك إلى أعلى كأنك تفكر، التاريخ لم يمنح الأرض سك الأمان، تجمد الكلام تحت شمسه الحارقة، سيأتي المطر محملا بالخسارات، فكيف يكون مقام القلب في صدر طائر بين تغريدة وغيمة، ويحلق بنصف جناح، ألا يعلم بأن الطين مرآة؟ علم الريح كيف تحلق لتعلمك الارتفاع قربا تقربا، رصاصة الفجر لا تقتل، صرخة الليل فراغ، كن معك لا عليك،
المدى طولك التأمل ماء الحواس في النصف الأخير من الحب لا تصدق ظلك ولا تمشي إليه بقدمين من ماء لا تلتفت توجه إلى من يفصل الضوء عن ضوء لن يسلم الرماد من النار الوقت يرغب بالعودة كغريب أضاع الزاد اعذرني رب الطيبة لم أعد قميصا ولا دما حتى إخوتي لم يدخلوا من أبواب متفرقة كما أمرت اعذر تعبهم خوفهم والهرج أغلقوا الحفر بأعقاب المارين يصرخون ويحبون يكذبون بقسوة مقدسة فكيف أجمع الموج في أقفاص الريح؟ شكراً بشير شرفتنا بحضورها وبإلقاء هذه القصيدة العميقة والجميلة فيها.